السلام عليكم، انا ناديه مقاوله فوريفا. صراحه ما تعرفت على كيفاش عرفت على المشروع. صراحه ما في الاول ما كنت عندي حتى فكره على المشروع نهائيا، تاع فوريفا اول مره. المهم كيفاش تعرفت علي؟ واحد النهار عيطت علينا صاحبتنا، واحد النهار فعلا مشينا ضحكنا عجبنا الحال. واحد شويه حنا نلقاو دخلنا حتى لواحد القاعه حاطين لي برودوي، سمعنا تيمونياج تيهضروا الناس فريمون تأثرنا، حسينا هذاك الشيء فريمون طالع من القلب. المهم جينا واحد النهار ثاني لا ماري ديالي دارت واحد البوتيك على دومسي، كان لي تيمونياج بحال هكا، ولكن انا توجدني واحد الحاجه هو بروجي. كان مرجع سيونس تنحيي من المنبر هذا فعلا جاب لي كمشروع كيفاش تحط الدرو ماركوتين ديال فوريفر وكيفاش تدرس، فعلا عجبني بزاف. وقلت لهم وروني بغيت ندخل معاكم، لان حتى عجبني حتى ليكيب الطريقه كيفاش من المهمين كيفاش متاحين كيفاش بزاف د الحوايج عجبوني. فريمون دخلت معاهم وقررت ما ترددتش دغيا دخلت. جربت المنتوج، انا كنت كنعاني من الحساسيه في وجهي ملي كنت صغيره، كانت مرض مزمن متعايش معاه. ملي جربت لي برودوي ملي دخلت في 2018 ديسمبر، من ديك الساعه فريمون والله ما عمرها جاتني ديك الحساسيه لحد الان، كانت كتجيني دو فوا تخوا فوا بار موا. قلت انا نجرب لينا لا جرب في راجلي تا هو، فعرفت نجرب. كان عندي مشكل ديال السكر والكوليسترول من نوع ديال الدري الكليسيين، كانت تطلع لي تال ستة، لا ريجيم ومداكش الفوار مسلوق وهادو هادي. ملي درت حليلة قا خمسة بدا لي برودوي فغيمون مكملش شهر، وصلت واحد فاصلة كدا وتلاتين، زاد ثقت في المنتوج أكثر فأكثر. لذا قررت باش نخدم مع ليكيب، لأن أبواب النجاح مع فوريفر هما لي كات سي سي. باش خدمت مع ليكيب فريمون ليكيب كل هذا كات سي سي ديالها، وحققنا لا جورني في اي بي، وانا نلقى راسي بانني درت الكراد ديال الانيماتريس. وكنشكر تنشكر واحد السيده غزال عزيز علينا بزاف بزاف بزاف، لان كتجي هذيك لاشيز ملي كتجي تتجي توقفنا وكتعاود تشجعنا وكتبخش علينا بالمعلومه، هي مدام وفاء فعلا. كاملة بدون استثناء اللي حاضرين واللي ما حاضرينش، تنشكرهم كاملين. وبطبيعة الحال كيخدع مدرسة ديال الخدمة ديال حققنا كدا حققنا جوج نكراد انيماتريس، وبطبيعة الحال كنشكر الزوج ديالي اللي ساندني وقف معايا ووليداتي تا هما اللي حس من وقتهم شوية. وشكرا لفوريفر، شكرا.